حرر الجيش الوطني مسنودا برجال المقاومه الشعبيه اليوم مواقع عسكريه استراتيجيه على اطراف مديريتي الجوبه وحريب جنوبي محافظه مارب بعد معارك بطوليه ضاريه مع ميليشيا الارهاب الحوثيه المدعومه ايرانيا. اوضح قيادي عسكري لسبتمبر نت الناطق باسم وزاره الدفاع ان الجيش نفذ عمليه عسكريه عكسيه صباح اليوم تمكن خلالها من استعاده وتحرير مواقع عسكريه استراتيجيه على اطراف مديريتي الجوبه وحريب في جبهات جنوبي محافظه مارب وسط انهيارات ميدانيه واسعه في صفوف ميليشيا الارهاب والتمرد الحوثيه. أكد مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحه ان الهجوم اسفر عن سقوط العشره من عناصر ميليشيا الارهاب الحوثيه بين قتيل وجريح واسير اضافه الى خسائر في العتاد منها تدمير ثلاثه اطقم كانت تحمل تعزيزات وذخائر بقصف مدفعي للجيش. واشاد المصدر بالدور الكبير والمباشر لطيران التحالف العربي الذي كان حاضرا بقوه في معركه اليوم مستهدفا تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي الارهابيه القادمه الى ذات الجبهه اعلنت قياده التحالف العربي تنفيذها 14 عمليه استهداف لاليات وعناصر ميليشيا ايران الحوثيه في الجوبة والكساره غربي مأرب وأكد التحالف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير ست من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 48 عنصراً إرهابياً. وأشار التحالف إلى استمراره في تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني لحماية المدنيين من الانتهاكات الحوثية. دعا وكيل محافظه مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح جميع شركاء العمل الانساني بالمحافظه الى التحرك العاجل لانقاذ حياه آلاف الاسر من النازحين الجدد الذين شردتهم ميليشيا الارهاب والتمرد الحوثيه مؤخرا من مديريات جنوب المحافظه وتوفير الاحتياجات الضروريه من ماوى وغذاء وخدمات اساسيه. وشدد الوكيل مفتاح خلال لقائه اليوم مدير مكتب تنسيق الشؤون الانسانيه الاوتشا بمارب سانتو زيكو وممثلي كتلتي الغذاء والمأوى على ضرورة تفعيل جميع الكتل الإنسانية وإيجاد آلية واضحة للاستجابة السريعة والتحقق العاجل واتخاذ التدابير اللازمة وفق معايير إنسانية تحفظ كرامة الأسر النازحة وعدم تركها في العراء. وقال وكيل محافظة مأرب أن السلطة المحلية بالمحافظة مستعدة لتوفير مخازن للمنظمات حتى لا تتكرر المأساة الإنسانية التي وقعت للمدنيين في مديريه العبديه بسبب تباطؤ بعض المنظمات وعدم توفر المخزون من الغذاء والماوى وارتباط بعض المنظمات بإدارات تخضع قراراتها وارتباط بعض المنظمات بإدارات تخضع قراراتها لإرادة الميليشيا الحوثيه في صنعاء والتي لم تسمح لها بالتحرك الا بعد ان نفذت انتهاكاتها ضد المدنيين. وجه الوكيل مفتاح الوحده التنفيذيه واللجنه الاغاثيه بتحديد أماكن للنازحين الجدد بجانب مخيم السويداء شمال مدينة مأرب لاستقبال النازحين الجدد، والتنسيق مع المنظمات والكتل الإنسانية لتوفير مواد المأوى والإيواء والغذاء والمياه والإصحاح البيئي، وإيصالها بصورة عاجلة، وكذا حشد بقية المنظمات والداعمين لتغطية بقية الاحتياجات بالإضافة إلى توسعة بعض المخيمات في مديرية الوادي لنفس الغرض. قال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء ركن عمر سجاف إن الرابع عشر من أكتوبر مثل يوما للانعتاق وتحرر الشعب اليمني من قيود الاستعمار الذي جثم على صدور اليمنيين لعقود من الزمن وأكد سجاف في تصريح لقناة سهيل أن الشعب اليمني لن يقبل بالوصاية وتحويل اليمن إلى مستعمرة إيرانية وإن اليمنيين قادرون على مواجهة مشروع إيران حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب أكد رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسي أن ميليشيا الإرهاب الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في صفوفها خلال اليومين الماضيين عقب هجوم لعناصرها في جبهة بليق وقناو شرقي صحراء المحافظة وأشار بالراسي إلى أن قوات الجيش تصدت لمحاولات الميليشيا على امتداد جبهات المنطقة وأفشلت كل المحاولات قتل وجرح العشرات من مسلحي ميليشيا الارهاب الحوثيه في معارك عنيفه شهدتها مناطق شمال وغرب قعطبه بمحافظه الضالع اثر هجوم شنته قوات الجيش والمقاومه فجر اليوم الثلاثاء وقال مصدر عسكري في محور الضالع ان قوات الجيش والمقاومه حققت تقدمات في حبيل العبد والفاخر وحجر وسقوط العشرات من مسلحي الميليشيا بين قتيل وجريح واغتنام اسلحه وذخائر. استشهد شخصان واصيب طفلان اخران بجروح مختلفه في انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا ايران الحوثيه في احد الشعاب الواقعه بين عزلتي الحبج والبرمان بمديريه الزاهره الحميقان وقالت مصادر محليه ان الشابين محمد عبد الخالق الحميقاني وطارق محمد الحميقاني استشهد في انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي بالبيضاء فيما اصيب الطفلان حسين احمد الحميقاني وماجد محمد الحميقاني بجروح مختلفه ياتي هذا مع استمرار تزايد اعداد ضحايا الالغام والمقذوفات الحوثيه التي تسببت باستشهاد واصابه المئات من المدنيين بينهم نساء واطفال ونفوق العشرات من قطعان الاغنام والماشيه. اصيب مدني بانفجار لغم ارضي زرعته ميليشيا ايران الحوثيه في محافظه الحديده. وأكد المرصد اليمني للألغام إصابة الشاب المدني محمد أحمد زهير ثلاثين عاما بجروح جراء انفجار لغم حوثي في مديرية حيس جنوبي المحافظة يشار إلى أن الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي تحصد أرواح المدنيين في الحديدة بشكل يومي في ظل صمت المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان وفي تعز استهدفت قناصة ميليشيا ايران الحوثية المسن علي يحيى ذعوان في منطقة أطراف شعب كريمة ما أدى إلى وفاته. وقالت مصادر صحفية أن المسن علي يحيى ذعوان كان يقود شاحنة نوع قلاب عندما استهدف قناص حوثي متمركز في شارع الأربعين شمال شرق مدينة تعز حيث تم إسعاف ذعوان إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته البليغة في الرأس. وتضاف هذه الجريمه الى سجل مليء بالجرائم التي ترتكبها قناصه ميليشيا ايران الحوثيه بحق المدنيين في تعز والتي راح ضحيتها مئات الابرياء جلهم من النساء والاطفال وكبار السن. قالت وزاره الخارجيه الامريكيه في بيان ان ليندر كينج أجرى مباحثات مثمرة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي حول الأزمة في اليمن. أوضح البيان أن المبعوث الأمريكي قدم شكره لسلطنة عمان على دعمها المستمر لوقف القتال في اليمن بشكل عاجل والدفع باتفاقية سلام دائم وشامل. وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن واشنطن ستكثف جهودها مع جميع الأطراف الفاعلة في الملف اليمني لدفع الحوثيين إلى وقف الحرب الوحشية في كامل الأرض اليمنيه ولوحت بفرض عقوبات على قيادات الحوثي إذا لزم الأمر حملت رئيس منظمة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصرار السلطة المحلية في عدن والمجلس الانتقالي مسؤولية التهجير الممنهج لأكثر من مئة أسرة من سكان حي جبل الفرس بمدينة كريتر وإحراق منازلهم. وقالت الصرار إن ما تقوم به الأحزمة الأمنية والتشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من تهجير ممنهج بحق أسر نازحة ومهمشة تسكن عدن. يعتبر انتهاك لحقها في المواطنة وحقها في التنقل والعيش بكرامة وأمن وسلام. ودعت الصرار اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إلى عدم التغاضي عن هذه الانتهاكات التي يقوم بها المجلس الانتقالي ضد المهمشين والمستضعفين من أبناء عدن. قال علماء وباحثون يمنيون إن ميليشيا الحوثي توظف الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لخدمة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن. وأكد الشيخ خالد الوصابي في ندوة لبرنامج التواصل أن ميليشيا الحوثي تحرص على إقامة الاحتفالات بالمولد النبوي بهدف التضليل الإعلامي وتحقيق أهداف سياسية وطائفية ليعلنوا للناس أنهم ورثة للنبي وأنهم الأحق بالحكم هو توظيف سياسي مكشوف لكنهم يحاولون خداع البسطاء ونوه الشيخ الوصابي لأن أخطر ما في المولد هو اتهام الحوثيين للصحابة ولأهل البيت وسلف الأمة بالتقصير في إظهار الدين لأنهم لم يحتفلوا به من جهته قال الدكتور كمال القطوي إن حضور النبي صلى الله عليه وسلم في احتفالاتهم باهت جدا إذ يطغى ذكر زعيم الحوثيين وتقديسهم إياه ولهذا فهم يستخدمون رمزية النبي لتوظيفها لصالح الزعامة الحوثية وحشد مجاميع جديدة للقتال والعدوان على اليمنيين وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك وزاره الاشغال العامه والطرق والسلطه المحليه في محافظه تعز بسرعه تنفيذ مشروع صيانه طريق التربه تعز واستكمال تاهيل طريق هيجه العبد الاستراتيجي كما وجه رئيس الوزراء خلال لقائه وزير الاشغال العامه والطرق مانع بن يمين ومحافظ تعز نبيل شمسان بالتسريع بتنفيذ صيانه واصلاح الطرق الداخليه في مركز محافظه تعز ومركز مدينه التربه أشاد رئيس الوزراء بالدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنميه وإعمار اليمن للمساهمه في انجاز مشاريع طرق حيويه في العاصمه المؤقته عدن والمحافظات المحرره اكد وزير الداخليه اللواء ركن ابراهيم حيدان على اهميه تكاتف الجميع للحفاظ على المكتسبات الوطنيه وترك الخلافات جانبا والتوحد في خندق واحد لمحاربة أعداء الوطن والجمهورية جاء ذلك خلال ترأسه اليوم بمدينة سيئون الاجتماع لمناقشة الوضع العسكري والأمني في نطاق المنطقة العسكرية الأولى ووحداتها ومناقشة الوضع العسكري والقتالي في جبهة القتال بالمحافظات المجاورة واستمع الوزير حيدان من قائد المنطقة العسكرية الأولى إلى شرح حول مستوى الأداء والانتشار الوحدات العسكرية في المسرح العملياتي للمنطقة وتنفيذها للخطط والتوجيهات بالتعاون مع الاجهزه الامنيه لتعزيز الامن والاستقرار. أقام نادي الاكليل الثقافي والفني فعاليات المؤتمر الثاني للنادي تحت عنوان مراجعات جمهوريه كمدخل لاستعاده اليمن الجمهوري. المؤتمر اقيم بحضور قرابه 200 شخصيه يمنيه. اجريت فيه نقاشات عن اسباب الحملة التي تطال النظام الجمهوري ومحاولة اعادة الامامة الكهنوتية كما تناول نقاش الخطاب كما تناول نقاش الخطاب المتنامي للحراك القومي اليمني من منظور نقدي، واكد المؤتمر في بيانه الختامي ان الفساد السياسي والنفوذ الجهوي والعائلي واحتكار السلطة والثروة في يد طبقة سائدة حال دون تحقيق اهداف الثورة وتحديدا اهداف التحرر من الاستعمار والاستبداد ومخلفاتهما وازاله الفوارق بين الطبقات. وقال ان غياب المؤسسيه على صعيد الجيش والامن تحديدا حال دون تحقيق هدف بناء جيش وطني قوي لحمايه الجمهوريه ومكتسباتها، ولفت الى ان الجنايات الايديولوجيه لكل الاتجاهات في اليمين واليسار حال دون جعل الفكر الوطني الجمهوري هو الاولويه ومهد لعوده الفكر الامامي الهاشمي والافكار الجهويه التمزيقيه لليمن الكبير وخلص المؤتمر الى توصيات من اجل تلافي الاخطاء التي تسببت بتعثر الجمهوريه في اليمن ابرزها ضروره صناعه تيارات وطنيه جديده وضروره اسنادها وياتي في مقدمه هذه التيارات الشعبيه والوطنيه الحراك القومي الوطني اقيال الذي تخلق في مرحله صعبه من تاريخ الامه اليمنيه وفتح بابا واسعا من الامل لخلق قوة وطنية جمهورية فتية وشابة امتلكت خطابا واهدافا نابعة من حاجة الشعب الى كيان قومي يضع عينا على التاريخ وعينا على المستقبل. احيا الاتحاد العام لطلاب اليمن في باكستان اعياد ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر وفي الفعاليه الاحتفائيه اكد المتحدثون عن عظمه نضالات الاباء الثوار من ابطال السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر الذين وضعوا مداميك اليمن الجمهوري الواحد وواجهوا ببساله وتضحيه وفداء اعتى انظمه الكهنوت والاحتلال في شمال وجنوب الوطن وسطروا اعظم الملاحم البطوليه في سبيل انعتاق الشعب اليمني ونيله لحريه واستقلاله وسيادته على ارضه تفقد نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه الثلاثاء سير العمل في مشروع تأهيل مركز خدمات الشباب الواقع في الجزء الشمالي من ملعب الثاني والعشرين من مايو بمدينة الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن الذي ينفذ من قبل منظمة الشباب بلا حدود للتنمية وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان بتكلفة إجمالية قدرها سبعين ألف دولار واستمع الوجيه من القائمين على المشروع إلى شرح تفصيلي عن مجمل الأعمال التي تم تنفيذها والمتضمن تجهيز قاعه اجتماعات كبرى مع ملحقاتها ومكاتب اداريه واخرى للحاسوب. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوره للطالب علاء الدين ياسين العامري خريج كليه النفط والمعادن بمحافظه شبوه وهو يرتدي زي عمال النظافه بدلا عن بدلات التخرج. وقال الناشطون إن هذه الخطوة من الطالب على تأتي تقدير لعمال النظافة ولوالده على وجه الخصوص الذي يعمل في هذه المهنة العظيمة والشريفة والذي حرص على تعليمه برغم ظروف مادية صعبة حتى وصل اليوم إلى منصة التتويج ونقل ناشطون عن علاء قوله أقسمت على نفسي أن ألبس هذا الزي في يوم تخرجي تكريما لوالدي الذي ظل يكافح من اجل تعليمه من خلال عمله في مجال النظافه